كنت عم تتكلم في الدين، إذا ما بتتكلم بنبرة عقلية ومضمون عقلي أنت غير مسموع منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحاضرة السابقة حكينا عن وحدة الوجود عند ملا صدرة وعند الشيخ محي الدين بن عربي، يعني عند المسلمين السهروردي وكذا. ووحدة الوجود قلنا أيضا في نوع وحدة الوجود، حتى عندنا قلنا عند ابن سينا والفارابي يعني المثاليين، حتى عند أفلاطون هذا نظرية الفيض كلها تقتضي إيش؟ تقتضي وحدة الوجود، تقتضي وحدة الوجود قولا واحدا ما لا غير الاقتضاء. والسنخ بيسموه عندهم السنخ، السنخية قلنا يعني أصل وفاض منه الأصل، أو يعني مثل شيء فولة وانشقت نصين، فهذا سنخه هذا. فهمت علي شلون؟ فاليوم بدنا نحكي عن وحدة الوجود عند غير المسلمين، عند الفلاسفة. نحن قلنا وحدة الوجود عقيدة محببة، محببة لعند الغرب. ليش محببة؟ لأنه الإنسان فيها مطلق، لاحظت؟ الإنسان فيها مطلق لما يكون هو والله واحد بهالفكرة، فبيصير يعني إنسان شأنه عظيم كتير، وبصير ما الإنسان نظراته ضيقة للكون، نظرته واسعة جدا بسعة الكون. لذلك بيحبوا في الغرب مسألة وحدة الوجود. لذلك أكثر كتب تباع في الغرب كتب الشيخ محي الدين ابن عربي. ليش؟ أنه بيحكي فيه عن هذه الطلاقة الإنسانية، لاحظت؟ طيب حاجب لكم بعض الأمثلة عن الفلاسفة غير المسلمين بيقولوا بوحدة الوجود. منهم برونو، هذا من وفيات 1600 ميلادي، يعني عصور متأخرة، قال: إن الله هو الكون، وإن كل شيء في الوجود مرآة صافية ينعكس فيها الكون بعنصرية المادة والعقل، بعنصريه عفوا المادة والعقل، كما يعتقد أن الطبيعة كائن حي تتخلل الروح العامة في كل جزء من أجزائه. تذكروا ما حكينا بالشبكة على سبينوزا، نفس الفكرة، أنه الله جوهر والعالم أعراض قائمة في هذا الجوهر، فاعل منفعل، والعقل والمادة ليس لأحدهما تأثير على الآخر. هون عم يقول لك برونو أنه الكون مثل مرائي، يعني حتى كلمة قريبة لشو ما بعرف، أخذها من الشيخ محي الدين بن عربي، هو ما بعرف أخذها لكلمة الشيخ محي الدين بن عربي، أنه الكون مرائي، مرائي الناس أو الإنسان أو الكون مرائي الإله، مثل مراية بينعكس فيها الإله، ليس معنى رمزي، معنى حقيقي، ليس المعنى الرمزي. طيب سبينوزا حكينا عليه من قبل، قلنا سبينوزا بيقول بوحدة الوجود، هو يهودي لكن عقيدته اليهودية غير موجودة بفلسفته أبدا، بل نقضها ورجال الدين كفروا مثل العادة، وحتى يعني كل شيء خرافي بينقضه. وقلنا أنه بيقول الله هو الجوهر، والعالم هي أعراض قائمة بهذا الجوهر، كله واحد. يعني أيضا بيقول إن الأشياء تنشأ من طبيعة الله اللانهائية، كما ينشأ من طبيعة المثلث أن زواياه الثلاثة تساوي قائمتين، وأن هذا الكون المجسد من الله بمنزلة الجسر من قوانينه الرياضية والميكانيكية التي بني على أساسها. إذا القوانين هي جوهر وقوامه إن زالت اندك الجسر على الأثر، يعني مثل عن القوانين الكونية هي الجوهر الإلهي، وهالناس الخاضعة لها القوانين الإلهية هي شو؟ هي الأعراض أم بدنا نسميها، أو هي اللي خاضعة قائمة بهذا الجوهر. انتبهنا الفكرة شلون بيحسبها؟ لذلك أينشتاين شو قال؟ قالوا له هل تؤمن بوجود الله؟ قال إله
سبينوزا، يعني كأنه يقول أينشتاين أنه الكون المنضبط هو الإله، القوانين الفيزيائية الصارمة هي هو الإله. سبينوزا عنده الإنسان مسير، عنده الكون كله مسير. ليش؟ لأن وحدة وجود، هي من اقتضاءات وحدة الوجود، وما في كله قهري، ما بتقدر تساوي شيء، كله قهري. طيب أيضا من عقائد سبينوزا في وحدة الوجود أن عقل الله هو مجموع العقول المنبثة في الكون، وأن العقل والجسم شيء واحد وليس شيئين متباينين، حتى نتساءل عن كيفية تفاعل أحدهما بالآخر. مو بس العقل والجسم، كل شيء صار عملك العقل الإلهي والعقول، عليه العقول هي أصلا جزء من هذا العقل الإلهي. ما قال جزء بس بهالمعنى، بهالمعنى. إذا قال مرائي نفس الفكرة، فالعقول هي مرائي لعقل الله كما يقول يعني. أما هسرل أحد الفلاسفة أيضا قال إن كل وجود هو وجود عقلي، وعلى ذلك فشيئية الأشياء ترجع إلى وجود نفس أخرى وراء النفس المدركة بالحس، وعلاقة النفس الحسية بالنفس المجردة أن الأولى إحدى الموضوعات الكثيرة التي تدركها الثانية، والنفس المجردة هي التي تكون كل أو تكون كل موضوع من موضوعاتها بحسب ما فيها من الصور العقلية. فالنفوس المجردة يتكون من مجموعها موجود أعلى أو روح شبيهة بما يسميه هيجل بالمطلق. نفس عقيدة شو؟ هيجل. هي ثلاث أسماء من الفلاسفة قالوا بوحدة الوجود، نقدر نقول الفلسفية، يعني هي وحدة وجود غير وحدة الوجود اللي نقدر نقول الإسلامي، اللي بيقول فيها الشيخ محي الدين بن عربي وملا صدرة. فهمنا شلون الفكرة؟ إذن عقيدة وحدة الوجود يعني باختلاف مدارسها يعني هي عقيدة بالنسبة للفلاسفة صفاء ذهني، هي هيك الحقيقة، هي تعليلاتي يعني مسألة صفاء ذهني، وبالنسبة للدينيين صفاء روحي. الروحي الصفاء الروحي لأنه إنسان يعني كل ما بيتوسع في معرفة الله وكذا، فبيظن إحدى الظنون أنه يعني هذا الكون هو، لأنه هي ما في عليها أي دليل. وإن كانوا الدينيين، كان ابن عربي أو ملا صدرة بيجيبوا آيات قرآنية، لكن آيات قرآنية إيش؟ مؤولة، يعني ما هو تفسير غير صحيح، يعني هي تنزيل، يعني تركيب، عم يركبوا الآية على عقيدتهم. بجوز بغير تعمد، ما بننظن فيه نحن ظن السوء، خلص هذا صار معه. هذا رأيي، وأنا ذكرت بمحاضرات الإمام الرباني، قلنا من ناحية وحدة الوجود ناحية الروحية، قلت أنه هناك بسبب يعني هو حال بيصيب السالك حقيقة. في بعض الأحوال السالك بيصل لمرحلة يؤمن بوحدة الوجود، مثل ما بيقول الشيخ محي الدين بن عربي. شو السبب؟ السبب أنه ينكشف له من كسرة الذكر وكسرة التوجه إلى الله، بينكشف له هذا الكون كله، يرى أن اسم الله عز وجل في كل ذرة من هذا الكون، سلاسل نورانية. هذا حال بيصير مع كل الذاكرين، أنتوا اذكروا الله شوي بيصير معكم، ما هالشغلة العظيمة يعني. فهذا الحال لما بيتلبس الإنسان ما بالأمر السهل، ما تقدر يطلع منه، فبيتخيل أنه الكون كله شو؟ هو الله، ويصير بيحكي بهالكلام، بيقول لك ما تحت الجبة إلا الله، إيه؟ بيقول لك أنا من أهوى ومن أهوى، أنا نحن روحين حللنا بدنا، بيقول لك هالكلام، ما يعني عم يحكي بصراحة، عم يحكي هو كشفه، وهو أصلاً الفلسفة الإشراقية اللي هي فلسفة ملا صدرة والشيخ محي الدين بن عربي والسهرة وردي وشو اسمه مولانا وشو اسمه
مولاه جلال الدين الرومي ومين كمان و والحلاج وكذا، هدول فلسفة إشراقية بيقول لك أخي من كتر السلوك انكشف لنا الحقائق، فهي الحقيقة هذا الوجود وهذا الكذا. فما الشيخ إمام الرباني شو قال؟ قال هذا حال بيمر فيه السالك، أنا مريت فيه تميت 10 سنين بدي 7 سنين بقديش بقيت في هذا الحال، بعدين كشف لي إنه هذا كله خيال ووهم. لما ارتقيت صرت شوف الشيخ محدي من عربي والكذا كلهم تحت مني بالسلوك. هذا كلام إمام الرباني، راجعوه، أنا ذكرته بالنص بمحاضرات الإمام الرباني، مكتوبات الإمام الرباني. تمام، هذا الكلام اللي ذكره. أما بالنسبة لوحدة الوجود الفلسفية لسبينوزا هدول يا جماعة صفاء ذهني، يعني عم يوسع ذهنه يوسع ذهنه يوسع ذهنه في تعظيم هذا الإله وهذا الكون، فهو يعني لزمه ذلك أن يكون الإله هو الكون كله. لاحظت؟ طبعا هلا مالنا نحن، طبعا واحد بينط واحد هلا بيقول لك يعني كافر ولا مسلم، هي عقلية مشايخنا. دغري فورا كفره ولا لا، الله يتوفى علينا. برجع بقول لا بدنا نكفر ولا بدنا نفسق ولا نفجر، يعني عم نحكي بشكل عام على أفكار وعقائد باطلة بعيدة عن الحقيقة عن الإسلام، لأنه نحن نعتقد أنه الإسلام حق لألي، ما هيك وراثة عن أبي وجدي الله يرحمهم، لا، لكن بعد دراسة عميقة بيثبت له الإنسان أنه هذا القرآن حق ووحي وانتهت القضية، وعم يقول هذه العقائد بخلاف ما تقولون أنتم، خلاص انتهت القضية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى